من ضمن برامج التهيئة الذي يشهدها واد شراعة، سوف يكون هنا ممر للراجلين وطريق ومساحة خضراء من هذه القنطرة إلى غاية قنطرة تزاغيني، وبعد انتهاء الأشغال سوف يكون منتجع آخر مؤهل لفك العزلة عن الساكنة وخلق فضاء طبيعي ليعطي رونقا وجمالا لهذا المكان. ونشكر كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع على رأسهم السيد عام الإقليم بركان.